صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أتى إلي رجل يسأل وهو يشكو حاله وأعرضت إذا عنه. أتى إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا أتى إلي رجل يسأل وهو يشكو حاله وأعرضت عنه ولم أسمع منه، فهل هذا منهي عنه؟ نعم، السائل له حق تعطيه ما تيسر له حق، ما لم تعلم أنه غير محتاج. إذا علمت أنه كذاب وأنه غير محتاج فلا تعطي، أما ما لم تعلم فالسائل له حق. نعم.